بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيدة أن أنا تقلدت هذا المنصب، وبشكر كل يعني رشحوني لهذا المصنع المركز أو دعموني، بشكرهم كل الشكر. لكن مع تشريفي بهذا المنصب، هو طبعا تشريف وتكليف صعب، لكن احنا تعودنا على الصعاب. أنا شخصيا تعودت على الصعاب، أن أنا بشتغل في أماكن صعبة، والحمد لله ربنا بيوفقني وبقدر أصل إلى يعني أهداف هايلة. أقدر أقول حضرتك كنت بتكلمي على شركة المية. أنا الحقيقة كان طول عمري بشتغل في شركة المية، كنت من أول يوم ملتزمة جدا وبراعي ربنا وبقرأ كتير وبفهم الحاجة اللي قدامي، لغاية لما وصلت إلى نائب فني رئيس الشركة ثم رئيس للشركة. أنا قعدت رئيس الشركة 10 سنوات. الحمد لله كانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتوفر احتياجات الشرب والمصانع والحريق جوه إسكندرية والساحل الشمالي كله ومحافظة مرسى مطروح وتلت محافظة البحيرة. الحمد لله كنت بمدها بكميات كافية بكم ونوعية جيدة جدا. أتذكر أن أنا كشركة خدت 5 درجات للأيزو في كل المجالات، في البيئة، في التشغيل، في المعامل. جهزت ستاف هايل. الشركة برضو هقولك باختصار، انت عارفة انا كنت مغطية كل مصروفاتي ذاتي، وكنت مغطية مصروفات وزارة الإسكان في الإحلال والتجديد ذاتي أيضا، وكنت بكسب في حدود 80 ل 120 مليون جنيه. فكنت الشركة الوحيدة في مصر اللي بتغطي مصروفاتها بالكامل وبتدي مصروفات لمشروعات مش بتاعتها، وثم بيبقى في الآخر عندها أرباح. لازم من هنا أشكر كل العاملين في شركة المية، إن أنا الحقيقة وقتها خدت شباب كلهم وفهموا كويس يعني إيه مية، فهموا كويس يعني إيه محطة مية، فهموا يعني إيه شبكات. وكنا المكسب ده، لازم حضرتك كنت تسأليني طب أنتوا بتجيبوا المكسب منين؟ المكسب ده الحقيقة كان بيجي إن أنا بعمل مشروعاتي كلها ذاتي. فكان بمعنى ان انا مثلا عايزه اعمل خط ميه قريب، انا بشتري المواسير بركبها انا ذاتي بعمالي، فده طبعا بيوفر ربع التكلفه، زائد بخلصه بسرعه جدا. فبدانا بالمواسير، ابتدانا بتوريد بتركيب الطلمبات، ابتدانا بان احنا المعامل بقينا يعني واخدين بقولك درجة الأيزو في المعامل في كل التحليلات. دايما ساعات المعمل بياخد درجة أيزو لكن في تحليلة واحدة. فده كان الحمد لله نجاحي في شركة المية. إلى أن جت بقى 25 يناير، برضو أنا لازم أذكر الحتة دي. أنا فضلت أقاوم في الناس اللي هي كانت بتسقط مصر، كلنا عارفين هم مين، يعني لغاية آخر 2012، لغاية بقى لما المظاهرات كترت جدا، وكانت مظاهرات بالظبط كده على 6 شركات مية اللي هما أحسن شركات، كانوا عايزين يفشلوها ويشيلوا رؤسائها ويحطوا رؤساء من عندهم. فساعتها على طول قدمت استقالتي، لكن بعدها بشهر شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يعني خدتني كمستشارة، وشهرين في الشركة القابضة، وبقيت تشرفت أيضا بنائب محافظ البحيرة في 13 أغسطس 2013. الحمد لله. طبعا في 3 سنوات دولي أو 3 سنوات وكم شهر يعني قدرنا نعمل شغل هايل مع السيد المحافظ السابق والمحافظ الأسبق الدكتور اللي هو مصطفى هتود والدكتور محمد سلطان. من ضمن برضو أن البحيرة جات له قدام أن احنا الحمد لله كنا متوافقين، أنا كنت متوافقة جداً مع السادة المحافظين، بديهم كافة الاحترام، مشاكل كلها بتتحل لا تظهر على كذا، وعشان كده منظومة، وعشان كده الحقيقة كنت مفوضة في كم شغل غير عادي. أنا كمهندسة بقى زي ما بقولك كنت بعمل الشغل ذاتي ومشروعات كتيرة. أول حاجة عملتها هنا عملت مشروع الطاقة الشمسية، احنا هنا منورين بالطاقة الشمسية لهذا المبنى والمبنيين جنبي اللي هو مبنى التنظيم والإدارة ومبنى مركز الشبكات. والأهم من انك انت تعملي مشروع انك تعرفي تشغليه وتعرفي تصونيه.
الحته دي كانت مفقوده جدا في المحليات. يعني كان في مشروعات كثيره جدا معموله وكلها واقفه، مفيش قطه عمل محكمه. انا لمشروع الطاقه الشمسيه على طول عينت مهندسات وفنيين، وتلاقي المشروع ماشي زي الساعه، مفيش عطل، مفيش بتعمل له صيانه على طول. فدي حاجه. وبرضو انا ببشر برضو اهل البحيره ان احنا بنعمل المشروع الثاني للطاقه الشمسيه ايضا في مجمع مبارك. فدي حاجه انا بعتز بيها طبعا. احنا كنا المحافظه الاولى اللي عملنا هذه المشروعات. بعد كده بقى ابتدينا بقى ننظر الى الاداره في المحافظه، غيرنا قوانين كتير، خلينا الناس تلتزم بالقوانين واللوائح اللي الدوله عاملاها، وده خد جزء كبير جدا. لان انت عارفه ان معامله البشر بتبقى غير معامله انك انت بتجيبي معدات والات وكده. انما برضو عايزه اقول ان العاملين في محافظه البحيره من احسن الناس، من احسن الناس. انا اشتغلت في اسكندريه وبسمع طبعا الناس التانيه فيها ايه. بدانا نحول بقى المحافظه الى محافظه استثماريه، عملنا كم مشروعات قوميه استثماريه كبيره جدا، كلها اشتغلت او كلها يعني خدت المستثمرين خدوا عقودهم وبدين حينفذهم. يعني ان شاء الله في سنتين كمان انا ببشر الشباب بتوع البحيره هيلاقوا شغل كويس قوي.